حضرتك وفيت؟ كام سنة؟ 10 سنين. ده كان رمضان. اتفضلوا يا شباب. ومعانا ثلاث شباب، عندنا شريف ومحمد ورمضان. طيب احنا دلوقتي المسابقة بتاعتنا عشان نبتديها بقى على طول. يا خالد. ثلاثة. برافو. خمسة. برافو عليك. اختار انت واحدة قولنا عليها. أربعة. أربعة. تاخد السهل أنت. لا. ما دخلتش. يبقى الاثنين من ثلاثة. دلوقتي قدام حضراتكم نتيجة مهارة التسديد. قدام حضراتكم على جدول كده في الشاشة في شريف ومحمد ورمضان. ورمضان جاب اثنين من ثلاثة. دلوقتي معادنا مع مهارة التحكم في الكرة واللعيب. كل واحد من الولاد الصغيرين معاه دقيقة. هتبتدي مجرد ما يبتدي هو هتبتدي الدقيقة بينطق كام مرة في الدقيقة. ابدأ رمضان. واحد. يلا. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. حقق كده الرقم بتاعه. برافو عليك. برافو عليك. شكرا يا عم رمضان. شكرا. كفاية خلاص. شكا عم رمضان. قالوا سيب. سيب انت الاول. صدر عم رمضان. دلوقتي عندنا المهارة الثالثة اللي في الملعب او اخر مهارة في الملعب. مهارة الاستلام. استلام الكرة او التحكم في الاستلام ومع التنطيق. احسن. 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 برافو. تمام. 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 برافو عليك. كفاية. تمام. هوب. كويس كويس. تمام 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 تمام. برافو عليك. برافو عليك. تمام. رمضان. هاي رمضان. برافو عليك. ها. واحد. برافو. كويس. تمام 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 تمام. بس كفايه يا حبيبي. برافو عليكم يا شباب. انتوا ثلاثه كويسين. دلوقتي برضو قدام حضراتكم على الشاشه نتيجه التحكم في استلام الكره او مهاره استلام الكره. طبعا رمضان عمل كويس قوي، خد 3 درجات نهائيه، وبرده شريف ومحمد برده يمكن عشان حارس مرمى فيعني وقعت منه في واحده او في اثنين. شفت الجول كويس؟ ايه رايك؟ ايه الحلو اللي عجبك في الجول؟ احلى حاجه اللي الكابتن لما بيضغط ويتضغط بيبقى احلى حاجه فيه، فهو ضغط وخد الكوره وراح هو والجول، فعملها كده بسن رجله سنه قدام، راح هو ايه اسرع من المدافع. راح خد الكوره راح حطها بدقه بسن رجله في الجول. دي كانت نهايه مسابقه الشباب الصغار بتاعنا، وان شاء الله لعيبه المستقبل باذن الله. وعايزين نقول النتيجه بتاعتهم. شريف 8 درجات النهائيه بتاعته 8 من الاربع مسابقات، ومحمد 7 ورمضان 10. كده بقى رمضان. فين رمضان؟ رمضان هو الفايز. مبروك يا كابتن. مبروك. مبروك يا كابتن. والشباب التانيين كل واحد عمل اللي عليه وعملوا جول. برافو عليكم كده.